ما نوع لا في الأمثلة الآتية؟ يقول الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب المفسدين. هنا لا تسمى لا النافية، ويأتي بعدها الفعل المضارع مرفوع ليس لها تأثير على الجملة. لا نافية يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن هذه لا النافية تنفي الفعل. طيب المثال الثاني، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا أتى بعدها أيضا فعل مضارع، وهنا تسمى لا الناهية. لا الناهية وهي تجزم الفعل المضارع، وهنا نقول تفسدوا أصلها تفسدون، فيكون تفسدوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل، ولا تفسدوا هذا نهي لا الناهية. المثال الثالث، لا غالب لكم اليوم من الناس. لا غالب لكم اليوم من الناس، هذه تسمى لا النافية للجنس. لا النافية للجنس، وهي تنصب إيه اسمها ويكون إيه نكرة، يبقى هنا غالب الاسم لا نافية للجنس منصوب. نقول يقول الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن لا هنا لا تعمل عمل ليس، وليس من أخوات كان، يأتي بعدها الاسم مرفوع، فنقول هنا لا العاملة عمل ليس، ويكون بعدها اسم مرفوع. لا خوف اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن قوي لا ضعيف. هنا لا تستخدم حرف عطف. احنا عندنا حروف العطف الواو والفاء وثم وأو ولكن وبل ولا، هنا يقول المؤمن قوي لا ضعيف، يبقى إذن هنا لا حرف عطف، وضعيف معطوف مرفوع لأن ما قبله المعطوف عليه مرفوع. طيب أحضر أبوك، نقول لا لم يحضر، وهنا لا بمعنى إجابة حرف أو جواب الاستفهام المثبت، يبقى لا هنا إجابة للاستفهام المثبت. أحضر أبوك، عندما نسأل بالهمزة يكون الجواب نعم أو لا، نقول لا لم يحضر. إذن هذه كانت أنواع لا. السلام عليكم ورحمة الله.